عيش في الرادار موضوعنا يهم السخانة. قلنا بداية من يوم السبت تكون فما ارتفاع نوعا ما في درجات الحرارة. باش نحكيو على ضربة الشمس بالنسبة للكبار الصغار، الخطورة متاحة وكيفية التوقي منها. معنا دكتور مناب المدثر مرزوق، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. صباح الخير، مرحبا مرحبا بكامل المستمعين والمشاهدين. مشكور جدا على التدخل معنا دكتور. إذا ضربة الشمس اليوم إلى أي مدى تعتبر خطيرة وخطيرة جدا؟ أول شيء شكرا على الموضوع، لأنه ضربة الشمس ما حناش ناخذوه بعين الاعتبار بالأهمية الكافية. كما قاعدين نعيشوا توا، البلاد قاعدة تعيش في موجة حر كبيرة برشا. البارح حسينا بسخانة كبيرة ياسر، والتنبؤات تقول أنه فما حرارة تكون كبيرة ياسر. دونك هنا مهم جدا للناس اللي أول حاجة الخدمة نتاعهم تكون موجودة في الشارع، تكون موجودة في الطريق، أنهم ينتبهوا جدا إلى حرارة الشمس، الى ضربه الشمس. لانه اليوم مش نحكيه على ضربه الشمس، لانه يعني الشمس راهو تنجم، ولو برشا عباد يبداو فرحانين بالشمس لانهم باش يعملوا برونزاج، باش يتفرهدوا في البحر، باش يشيخوا في البحر، ولكن راهو ننتبهوا انه الشمس ينجم يكون عندها مضاعفات خايبه برشا على جسم الانسان، والحراره هذيك تنجم تؤدي الى خطوره كبيره ياسر. نحكيه لهنا حتى لطف علينا وعليكم، حتى تؤدي الى الموت. راهو ضربه الشمس راهي مش حاجه بسيطه، راهي حاجه خطيره وخطيره جدا. ولذا ينتبه، معناتها يلزم علينا ان ننتبه من الموضوع هذا. اول شيء ما نعرفوا انه راهو نسبه الحراره، قوه الحراره وقوه ضربه الشمس ما بين 11 نتاع الصباح حتى 3 نتاع العشيه تكون الحراره قويه وقويه جدا. ولذا اول مساج، اول نصيحه ننصحوها الناس اللي تسمع فينا، هو انه ماذا بينا نبتعدوا على المكوث مطولا في الشواطئ، المكوث مطولا في الطريق على الشمس ما بين 11 نتاع الصباح وما 3 نتاع العشيه، هكاك على الاقل نحميو روحنا من ضربه الشمس. ثانيا يلزم الانسان اذا كان يتحط في موضع نتاع اكسبوزيسيون برولونجي او سولي، يعني الشمس برشا موجوده بحذاه، مهم جدا شرب الماء. شرب الماء راهو ينجم يعاوننا على تقليل مخاطر ضربه الشمس. ايضا يجب حمايه الراس وحمايه الوجه والجلد وجلده. دونك لهنا مهم جدا انه نستعملوا الواقي من الشمس، الواقي يعني نستعملوا مظله، والا الانسان مثلا الناس اللي تخدم في الشمس، اللي تخدم ساعات مطوله في الشمس ربعينهم، كيف يلزم يحتميوا من حراره الشمس. ايضا يجب حمايه الجلده. برشا عباد ما تعرفش قيمه حمايه الجلده، لانه الجلده مطولا اللي تكون اكسبوزي او سولي، اللي تكون معناها عندها علاقه متواصله مع الشمس، لهنا راهي تؤدي الى مشاكل لطف عليكم توصل حتى الى تواجد سرطان الجلده جراء الشمس. دونك لهنا مهم دكتور جدا. شنو اعراضها، اعراض الاصابه بضربه الشمس؟ أعراض الإصابة بضربة الشمس هي أول شيء تعب وإرهاق كبير وكبير جدا. نشوفوا ارتفاع في نسبة الحرارة في جسم الإنسان، وهذا جراء دخول الحرارة نتاع الشمس داخل جسم الإنسان. ممكن نشوفوا ارتفاع توصل حتى إلى 40-41 درجة في جسم الإنسان. نشوفوا حتى تعرق كبير جدا، نشوفوا حتى هذيان، يعني الإنسان اللي عنده ضربة شمس ساعات يبدا يحكي، يبدا ما يعرفش شنو قاعد يقول، ما يعرفش شنو قاعد يخمم. نشوفوا نقص في الشهية أو إقلال أو تقليل كبير في الشهية. نشوفوا إنسان ما عادش عنده القوة أنه يهز حتى صباع يده صغير، يعني حقيقة ضربة الشمس ضربة معناتها قلق كبير ياسر. دونك لهنا أول شيء لازمنا نصرفوا فيه هو أن نفيقوا أنه هذه ضربة الشمس، ما يمشيش في بالنا أنه مرض بسيط ولا أنه إرهاق بسيط، وإنما يلزمنا نفهموا أنه راهو المكوث مطولا أمام الشمس قد يؤدي إلى ضربة الشمس، وخاصة عند الفئات العمرية اللي هي ضعيفة كما الأطفال ولا كما الشيوخ. لازم نردوا بال عليهم أكثر. لماذا؟ لانهم من الاول ما يفيقوش بالقلق من الشمس، ولكن في اخر اليوم يحسوا بارهاق كبير ياسر، يحسوا بتعب كبير ياسر، وهذا طبعا جراء التعرق اللي قاعد يصير من السخانه هذيك، من الحراره هذيك. التعرق هذيك يخرج عديد الاملاح المعدنيه المهمه الى جسم الانسان، فيحس الطفل الصغير ولا يحس الكبير بارهاق كبير ياسر. دونك لهنا يجب حمايه الفئات الحساسه كما الاطفال وكبار السن. ثالثا يجب اول شيء يعني كما كنا نحكيه على الماء اكسيتيرا، ولكن اذا كان ثقنا بضربه الشمس لهنا فما وسيله بسيطه نجمو نستعملوها ونحميو روحنا من المضاعفات الخطيره لضربه الشمس،
وهي انه نعملوا ان بان دو تييت، يعني نعملوا بانو ما ماهوش سخون ولكن يعني الحراره نتاعو تكون اقل من الحراره نتاع جسم الانسان. فبالطريقه هذه نحاولوا نخرجوا الحراره اللي دخلت الى جسم الانسان جراء ضربه الشمس فتخرج برا عن طريق الماء هذاك اللي باش يكون عنده علاقه بجسم الانسان. دونك لهنا لو بان دو تييد هذايا البانو هذايا ما يفوتش 15 دقيقه. دونك مهم جدا، فما برشا عباد يقول لك انا نعمل بانو وماء ونحط فيه الثلج باش هكاك السخانه تخرج. لا انتبهوا لهنا نجموا نعملوا ان شوك تيرميك كاريمون، يعني لهنا يولي مثل خطر اكثر على جسم الانسان. لازم البانو يكون الماء تياد، يعني يكون دافي شويه يكون بارد شويه كما نقولوا، ولكن ما يكونش جلاسي. دونك لهنا البانو هذا نجم يعاوننا على اخراج حراره جسم الانسان من داخل جسم الانسان الى خارج جسم الانسان، ولهنا نشوفوا تحسن سريع في الاعراض اللي نشاهدوها جراء ضربه الشمس. واضح، مشكور جدا دكتور مدثر مرزوق، ان شاء الله باللطف على الناس الكل، ان شاء الله تتعدى الصيفيه لاباس للناس الكل. ردوا بالنا هاكا من 11 الماضي 3 ماذا بينا اذا حاجه مش مستعجله، معناتها العبد ما يعرضش روحه للشمس لمده طويله، وان شاء الله باللطف على الناس الكل. مشكور جدا، الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام، احنا مواصلين معاكم حتى ال 11، نرجعوا لكم.